تنصحيني ازود ثقتي بنفسي واتعامل بطبيعتي ازاي، خصوصا اني دخلت مجال شغل جديد؟ طيب، الثقة بالنفس مش حاجة بنقويها كده، يعني مش حاجة سهلة اصلا، دي حاجة بتاخد وقت وبتاخد تدريب، واهم حاجة فيها ان انا اعرف نفسي، اعرف نفسي، اقرب مني، اعرف انا بحب ايه، بكره ايه، حدودي ايه، تفضيلاتي في الحياة ايه، اعرف اعبر عن مشاعري، افهم مشاعري، اعرف ان انا دلوقتي غضبان واعرف ازاي الغضب ده بيتصرف، اعرف دلوقتي ان انا قلقان واعرف ازاي اتعامل مع القلق بتاعي، اعرف دلوقتي انه انا حاسس بالاحباط واعرف ازاي اتعامل مع الاحباط. هي رحلة، يعني صعب جدا حد يديكي كبسولة تثقي في نفسك ازاي وتمشي على خطوات فتثقي بنفسك، لا، هو الموضوع محتاج تدريب ومحتاج وقت ومحتاج التزام. على فكرة، اي حاجة نفسية واي عيب فينا بنحتاج نغيره في نفسنا بيحتاج تدريب وبيحتاج نفس طويل وبيحتاج التزام. وانا بشوف ان الفلوس اللي بتتصرف على الثيرابيست مهمة زي الفلوس اللي بتتصرف على اللبس وعلى الشكل وعلى الخروجات وعلى اي حاجة، لانه بجد حقيقي يا جماعة دي حاجة بتغير لك حياتك للأحسن، بتفهمك كل حاجة عن نفسك. أول ما تبدأ الرحلة هتلاقي نفسك تلقائي بدأت تثق في نفسك، لأن أنت فهمت. عدم ثقتك في نفسك جاي عن عدم وعيك بذاتك. نوعى إزاي عن ذاتنا؟ نقرأ كتير، نقرأ كتير عن الحاجات النفسية اللي ممكن تكون أثرت علينا في الماضي، ونمشي مع ثيرابيست في طريق إننا نتعافى. هي دي، هو ده، مفيش حل تاني، مفيش طريقة تانية.